المرأة غير ملزمة بخدمة زوجها. بصوا انا عملت حلقات كتيرة وفندت الامر ده، انا فاكرة مش فاكرة تقريبا في 2019. المرأة غير ملزمة، وضحنا ايه المتعارف عليه وايه اللي قاله جمهور العلماء وامتى تلزم. بقول لك يجيب لها خد، حلو حلو، انا بفرح بالكلام ده قوي. جيب لها خادم بقى يخدمها، ومأكلها ومشربها، يجي لها الاكل مطبوخ والفستان متحيج جاهز مش قماش وياضي. يعني عارفه تحسوا كده المرأة عايشة، اللهم بارك، ايه العصر الجميل ده. لكن بما يتعارف عليه المرأة غير ملزم. هو مين اللي ملزم؟ مين اللي ملزم في العلاقة؟ الاثنين، الاثنين حقوق. ارجعوا حلقة حقوق الرجل وحقوق الزوج وحقوق الزوجة. جمهور العلماء قال ليس واجب عليه، تمام، الله يا عم انا معاكم ايدك وكل حاجة، بس ايه قالوا ايه؟ والاولى، اسمعوا، والاولى انها تقوم بما يتعارف عليه الناس، طالما عرف لا يناقض شرع. ايه اللي ما تعرف عليه الناس؟ انت يا فاطمة داخل البيت وعلي خارجها. فاطمة تعمل اللي جوه البيت وانت اعمل اللي بره البيت. شكرا. طب ده معناه ان انا بحبسها جوه البيت وتلعاش؟ اصل انا عارفه اللي بيصطاد في يعني عارفه الصيادين اللي بيصطادوا. لا طبعا، ها، لا طبعا، تطلع. وكان ياخدها النبي عليه السلام الغزوه 6 اشهر، والله 4 اشهر، تخيلوا سفر يعني انت حرمت ولا سافر تاني. كان يقترع بين زوجاته، ياخدها في السفر معاه في الغزوات ويروح ويعمله، وكان يقترع بين زوجاتي صلى الله عليه وسلم. انت داخل البيت بما من اول سيدنا ادم هو يصطاد ويجيب جوه البيت يعني. فامر البيت هو كلمه الخدمه ذات نفسها هل وردت في كتاب وسنه؟ ما وردتش. بس احنا عندنا هسس، تعالوا بقى يا امهات يلا نحط حته تربيه، حته تربيه جميل. ما جاتش كلمه خدمه، جات كلمه راعيه. والمراه راعيه في بيت زوجها وهي مسؤوله عن رعيتها. هي الرعايه اكل وشرب؟ يقول لك لا، اصل العقد عقد استمتاع بس. يا قوي يعني، يعني انتوا عايزين تحطوا المرأة تبقى فقط للاستمتاع وعقد جنسي فقط؟ هو ده راعية بيتك ونظافته ولقمته واكل عيالك ونظافة زوجك وحاله وهندامه ولبسه المكوي وريحته الجميلة واولادك اللي بيشتهوا وبيبرقوا كده والبيت زي الفل والقرآن اللي بيتلى، كل ده راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. لكن بالشكل اللي احنا فيه ده لا 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 لا. كلمة خدمة ليه بتزعق؟ اصل الفيدباك بتاعنا، انا عندي فيدباك من موضوع الخدمة. اعلان في التامينات مش فاكرة كان ايه، يعني يجيبوا واحدة كده يا عيني، مش فاكرة، كان بكرتون برضو لابسة بتاع على راسها كده. شوفوا الصورة الذهنية اللي عندي مش رايحة ازاي. خلوا بالكم يا امهات، يقول لك ايه، ها، مكتوب عليا الشاجة والراحة فين يا زمان، الخلج عايشه في نعيم واحنا في تعب وهوان. كان اعلان بس مش فاكره بقى، مش فاكره انا يعني ايه اللي بعد كده. تقريبا بابا بيبعت على البتاع، قولوا له على الجروب ان ماما في لايف. يعني لازم حته كده، ما احنا ازواج برضو وزوجات، فلازم نراعي الرعيه. نراعي الازواج الشناب عشان ما نتبهدلش. طيب الفيدباك اللي معمول ايه؟ الخدمه. انا مش فاكره حاجه من الاعلان، ولا فاكره الاعلان كان عن ايه، تقريبا باين على العيال الكتير او حاجه زي كده. بس كان ده وهي بتكنس، كان الكنس ده حاجه وحشه قوي، وكان الحاجات بتاعت البيت وحشه قوي. رقم 2، تعالوا ما اقول لكم على الصور الذهنيه السلبيه اللي محطوطه في قلوبنا وفي عقولنا وفي عقول عيال سندريلا. يعني سندريلا وسندريلا بتمسح البيت وبتعمل كذا وبتاع. هو كان هي متضرره من الامر ولا بعدم العدل بينها وبين اخواتها من امها، من اب، مش اللي هو زوجة ابوها وبناتها، كان من عدم العدل. معناها قصه خرافيه يعني، بس خليكم ماشيين معايا بس عشان نعرف نضحك صح. فمن الدليل ان اوضتها كانت تحفه جدا ومهندمه جدا والعصافير بتيجي وبتعمل كذا، يعني امر طبيعي. بيت المراه وشقه المراه، حالك ومقالك ورعيتك وزوجك وعيالك. لكن مش ملزومه انا بقد ما تقوم تجيب لي نفسك، ما تعمل الشاي انت ومش عارفه ايه. ايه ده وهنفضل كده يعني؟ احنا هنفضل كده كتير يا بشر يعني ولا ايه؟